نظمت أكاديمية نجوم سوريا الدورة الثالثة لكأس نجوم سوريا لكرة القدم، والتي يشارك فيها عدد من المراكز التعليمية المهتمة بالأطفال السوريين في القاهرة، وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أمل رغم الألم، مبدأ اتخذه لاعب كرة القدم السورية السابق أنس الحصري، مؤسس أكاديمية نجوم سوريا التي تهدف إلى رعاية المواهب المميزة في كرة القدم. الأكاديمية أطلقت الدورة الثالثة لبطولة كأس نجوم سوريا التي يتنافس فيها أطفال سوريون أجبرتهم الحرب على ترك وطنهم والمجيء إلى مصر. طبعا النسخه الاولى كانت عندي 10 مدارس، كانت بفريق واحد. هلا صار عندي انا، صار في النسخه الثانيه صارت عمرين فئتين عمريتين، وصار 12 مدرسه. هلا نحن ثلاث فئات عمريه و15 مدرسه. طبعا هي نجوم اكاديميه سوريا بتعلن عن البطوله كل سنه، فنحن في ملاعب منتشره في اكتوبر بناخذ نستاجر الملاعب دي، بنجيب مدربين وبنروح نعمل لهم حصص تدريبيه قبل البطوله عشان البطوله دي، يعني ناخذها من نوع من الجديه عشان يحسوا الاطفال والاولاد اللي عندنا بالمسؤوليه تجاه هذا الموضوع، ففعلا بتحسيهم بيعطوا كل ما عندهم بهذه البطوله. يشارك بالبطولة 140 طفلا تبدأ أعمارهم من 5 إلى 14 عاما من خلال 14 فريقا. كنت أنا بلعب بسوريا طابة من 6 سنين، جيت على مصر تقريبا من 6 سنين وعم بلعب طابة. جيت هاي البطولة بتعطينا دافع وحافز أكبر لنا كلاعبين موهوبين إنه نقدم مواهبنا أمام العالم ويعرفونا الكباتن الرياضيين. جايين هون لنتنافس منافسة شريفة إن شاء الله ونعجب العالم كله إن شاء الله. طلعنا من سوريا عشان الحرب، عشان أجي مصر وألعب كرة، وعشان في كانت ظروف حرب وطيارات وقذائف، وجيت هنا عشان ألعب كرة وحقق حلمي وأصير لاعب ولفلف وأصير مهاجم وهداف. ظروف الحياة الصعبة وقسوة الحرب لا تمثل عائقا أمام من يضع أحلامه نصب أعينه، فرغم صعوبة ما مر به هؤلاء الأطفال إلا أنهم تمكنوا من التميز والإحساس بالنجاح. ندى هشام، أون لايف.